السلام عليكم متابعي قناة دي ان اي التعليمية، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم مع تمرين اخر، لاحظوا معي هذا التمرين. تمعن في الوثيقة التالية ثم اجب على ما يلي. لاحظوا الوثيقة مكونة من 6 اشكال، الشكل رقم 1 الى الشكل رقم 6. اولا تعرف على اشكال هذه الوثيقة، ثم حدد الى اي نوع من الخلايا يتواجد كل شكل. إذا حاولوا في هذا التمرين ثم سنجيب إن شاء الله مع بعض. إذا بعد محاولتكم في هذا التمرين لنبدأ بالعضية الأولى، وهي لاحظوا جيدا العضية الأولى صانعة خضراء. أين تتواجد الصانعة الخضراء؟ تتواجد في الخلايا النباتية. جيد. ثانيا لاحظوا جيدا الصورة، الشكل 2 ميتوكوندري، مقر التواجد يتواجد أين؟ في الخلية النباتية وكذلك في الخلية الحيوانية. لاحظوا الشكل رقم 3 جيدا، إذا الشكل رقم 3 هو جهاز جولجي، ومقر تواجده يتواجد في الخلية النباتية وكذلك الخلية الحيوانية. ثم لدينا البيان أو الصورة رقم 4، لاحظوا جيدا هذه الصورة، إذا هذه الصورة تمثل النواة وتتواجد في الخلية النباتية وكذلك في الخلية الحيوان، توجد يعني في الخلايا حقيقية النواة بصفة عامة. ثم لاحظوا الصورة رقم 5 تمثل الجسيم المركزي، ويتواجد فقط في الخلية الحيوانية ولا يتواجد في الخلية النباتية. ثم لاحظوا الصورة هنا، لاحظوا الريبوزومات، إذا هنا الشبكة الأندوبلازمية المحببة أو الشبكة الهيولية المحببة، مقر تواجدها تتواجد في الخلية النباتية والخلية الحيوانية. وبهذا نكون أنهينا هذا التمرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأننا بصدد نشر العديد من التمارين إن شاء الله، دائما تحضيرا لفروض واختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الثانية علوم تجريبية، والفصل الأول بالنسبة للسنة الثانية شعبة رياضيات. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.